الدبلوماسية الجزائرية تحتفل بيومها في عز نشاط مكثف إقليميا ودوليا، نشاط يتماشى والتطورات الدولية الحاصلة بشكل متسارع، فمواجهة التحديات الجيوستراتيجية ضرورة يملها الواقع. الدبلوماسية بناء مستمر ويتغير، تتغير المصطلحات، تتغير المصالح، تتغير العلاقات، فالدبلوماسية الجزائرية أن تتأقلم مع هذه التطورات حتى تواجه مختلف التحديات أمنية، جيوستراتيجية، اقتصادية إلى غير ذلك. ونملك من رصيد جيد من الحركة الوطنية ثم إلى طور التحرير ثم إلى الاستقلال، فأنا متفائل وسعيد لما نشوف وجوه لأبناء الدبلوماسية الجزائرية يحيون هذه الذكرى. إحياء يوم الدبلوماسية الجزائرية كان مناسبة لجمع رجالات الأمس باليوم، هي لفتة تهدف لضمان تواصل الأجيال ونقل الخبرة في التعامل مع الحاضر واستشراف المستقبل. إننا على قناعة تامة بأن هذه الالتفاتة الطيبة التي تفضل بها معالي السيد الوزير سترقى لا محالة إلى مصف التقليد الثابت والسنة الحميدة التي نأمل جميعاً أن تتوارثها الأجيال اللاحقة من إطارات ومسؤولي دائرتنا الوزارية، صوناً للذاكرة التي هي مصدر للثقة في التعامل مع مستجدات الحاضر واستشراف المستقبل. دور كبير تلعبه الدبلوماسية الجزائرية في الدفاع عن مصالح الأمة، لكنها تساهم أيضاً في استتباب الاستقرار الإقليمي وتعزيز الروابط مع المجتمع الدولي.